والوداد والرجاء، ايه الموقف في الاتحاد في النهائيات الافريقيه؟ كل نادي عبر عن وجهه نظره، وجهه نظره وفقا لما يراها. قناه الاهلي ما حدش طلع علق على الزمالك اختار ايه، ولا الرجاء اختار ايه، ولا الوداد اختار ايه. كل نادي اختار ما يروق ليه او ما يخدم مصلحته، لكن فضل كارت الحش مستمر. تحليلك ايه وتفسيرك لقصه الكاف ان في رغبه وان في حد من اللجنه الخماسيه كلمهم علشان يحصل تاجيل لمباراه الدور قبل النهائي؟ في اربع فرق بيتنافسوا على دوري رابطه الابطال الافريقي في المربع الذهبي، اقوى الاربع فرق واجهزهم هو الزمالك. فاي تاجيل او اي تاخير اللي مش لمصلحه الزمالك، اقل الفرق واكثرهم نقص عددي هو النادي الاهلي. فاي مطالبه من مصر تبقى لمصلحه النادي الاهلي، فلو هم عايزين يساعدوا النادي الاهلي في البطوله الافريقيه يطلعوا يقولوا يا جماعه احنا هنأجل، لان النادي الاهلي نادي وطني ونادي مصري بنحترمه كلنا، عنده مشكله. لكن ان انت تعمل ده من تحت لتحت ويطلع في اليوم السابع ويطلع تصريح على لسان مصدر مسؤول في الكاف يقول ان اللجنه الخماسيه اللي بتدير التواصل المصري تواصلت معاهم وطلبت التضامن مع المطلب المغربي بتأجيل مباراه الدور قبل النهائي، دي كارثه. إذن اكتشفنا ان اللي طلب التأجيل النادي الاهلي، لا الوداد، وان اللجنه الخماسيه سالت الاهلي ولا انت عايز ايه، ولا الوداد، واللجنه الخماسيه مالها يعني؟ الاستاذ عمرو الجنايني يا استاذ ابراهيم، هو البطوله دي بطوله ايه؟ افريقيه. يعني استاذ عمرو الجنايني دوره انه يساعد مع الاتحاد الافريقي، لكن اصحاب السؤال واصحاب القرار واصحاب الموقف هو الاتحاد الافريقي. وبعدين هو العالم كله مش عارف ان اللي طلب التأجيل النادي الوداد ووافق عليه نادي الرجاء عشان ظروف، وقالوا كده عشان ظروف الكورونا، قالوا مش ما قالوش. لا هقول لك حاجه، هو النادي الاهلي صياغه الرأي كانت ماشيه ازاي؟ دي صياغه لازم نتوقف عندها لان مهمه جدا. الاهلي يرغب ويتمنى ان احنا نلعب في موعدنا، ولكن اذا كان الاشقاء في ظروف قاهره او خاصه تستدعي التاجيل فالاهلي مع هذا التوجه لا يمانع، لان مش احنا كده بالبلدي اللي هنستغل ضائقه الاخرين. بالظبط، يعني اكسب صح وفي منافسه شريفه، ده شرف المنافسه، هو ده الفير بلاي. صحيح، دي برضه ده المعنى الحرفي للفير بلاي بالمناسبه. ده موقف الاهلي، تكسب بشرف. انما لان الاهلي اقل فرق جاهزيه، لا الاهلي ساعه ولا الاهلي طلب. ونشكرك على ان الاهلي انت تراها كذا، ونشكرك على انك ترى الزمالك كذا، ولذلك الزمالك متقدم على الاهلي ب 20 بوند المتفاقر المتردي موقفه. هنيجي بقى على ماتش بنبني عليه كل شيء، ماتش كل ظروفه خلاص اتكلمنا فيها ودفعنا ثمن كلامنا وكل حاجه. والله العظيم انا ساعات اراجع نفسي اقول ايه، هو انت بس ايه اللي بيحمقك ساعات كده؟ وكانت يعني الحقيقه احنا لازم نصدر صوره الايجابيه طبعا يعني، لكن في حاجات بتخرجك يا استاذ ابراهيم عن بره كتر ما هي واضحه بتخليك تتساءل. وانت بتعمل ايه؟ بتتساءل. احنا دورنا هنا كاعلام نفند ونتساءل ونحلل ونجيب الحقيقه، هو ده الدور. صحيح. يعني ارجو ان كلنا نلتزم بعزم الحديث باداب الحديث، ما يطلعش مننا لفظ يعني مش مع طبيعتنا. هنخلي بالنا، لكن مش هنخلي بالنا على القناعات، انما نخلي بالنا ان ما يفلتش مننا لفظ ملوش لازمه. طيب، بيفلت لفظ